شايفين القاعدة هيك لازم تكون، مو سميكة كتير. الله، طعمة الخلطة، المزيج كلياته مع الليمون بتعطي انتعاش بالتم ولا أروع. جربوها بهالطريقة وما بتندموا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. بما أنه اليوم الأجواء كتير صيفية والجو كتير عالي حرارته، فحبينا نعمل لكم التشيز كيك. طبعا التشيز كيك اللي بدي اعمل لكم اياه بدون جبنة. طبعا العالم اللي ما بتحب الجبنة في بإمكانها تعمل بدون جبنة، بإمكانكم كمان تستغنوا عن مادة معينة بدلها بتحطوا الجبنة. وهلا بهالفترة الصيفية بهالجو الحار بدنا نبرد قلبنا، نعطيه شيء أكلات باردة، فحبيت أعمل لكم تشيز كيك بالفرن. خلوكم معنا وتابعونا للأخير. هلا نبلش بالمكونات. أنا عندي هون 375 جرام من اللبن، اللبن العادي أي لبن، نوع لبن عندكم بيمشي الحال. عندي هون كمان 375 جرام من التوفن، أنا جايبها من الليدل، بحتاج 375 جرام كمان. إذا ما توفرت عندكم كمان بإمكانكم تستخدموا الجبنة الكيري أو أي نوع تاني جبنة دهن. عندي شلاك أوبرس كريم الطبخ مثل ما شايفين، كمان 375 جرام، 60 جرام نشا. عندي سكر 180، 3 حبات بيض كبار أو 5 حبات صغار. عندي هون الليمون، أنا بحتاج لبرش الليمون. وبالنسبة للزبدة هلا أنا بحتاج نص قالب زبدة لعلبة ونص بسكوت، بسكوت سامي أو أي بسكوت سادة أو بسكوت بالزبدة، بنحتاج علبة ونص. هلا نخليكم معنا لطريقة التحضير. هلا هون حطينا احنا نص قالب زبدة على النار، بدنا اياه يدوب معنا. هلا بدنا نضيف البسكوت. عندي هون المكسر، بدنا نحط كمية البسكوت شوي شوي، يعني نص بنص. وهيك صار معنا البسكوت جاهز بهالنعومة، صار ناعم. هلا لتحضير طبقة البسكوت رح ننزل هلا معنا البسكوت ونحط نص قالب الزبدة، دوبناه وخليناه يهدى شوي، صار حرارة المطبخ. هلا بدنا نحركه ومنشوف إذا نقصت زبدة بدنا نرد نحط شوي. هاي نضفنا كمية تانية قليلة يعني من الزبدة ومنحركه. هلا بتمتص كلات هالبسكوت هات الزبدة. هاي هيك صارت تمام مثل ما شايفين، صارت هيك هيك صارت تمام. هلا بدنا ننزل كمية البسكوت. بدنا نرصها منيح بحيث كمية البسكوت ما بدنا نطلعها، بحيث كمية البسكوت ما بدنا نطلعها أكثر من هذا الارتفاع اللي تحت شايفينه، لأنه إذا طلعت كمية البسكوت أكثر من هيك هذا ما له تشيز كيك، هذا يكون كيك بالبسكوت. هلا بنرصها كلياتها، بس عم نحاول نوزع البسكوت. هلا بدنا نبلش بالصوص معنا. بدنا ننزل اول اشي اللبن، يعني كل المكونات اللي ننزلها مع بعض بالطفلة. بس انا بنشان بالصغار تقريبا عرفت.
هلا بنخفقهم. قلنا نخفقهم منيح، بعدين اخر اشي بننزل النشا. هلا بدنا نبرش الليمون، واهم اشي اذا بدنا نبرش الليمون هون بهالمرحلة ما نجور عليها منيح، يعني شوي صغيرة ناخد القشر الاصفر وبس، ما نبرش على البياض ونجور عليه. اذا برشنا على البياض بتعرفوا انتو شو رح يصير، يعني بدها تعطي طعمة مرار. وبالنسبة للليمون يعني بناخد ليمونة واحدة كبيرة بتكفي. هلا بدنا نضيف النشا. النشا 60 جرام، انا اللي عندي هون النشا قوي، يعني اذا انتو النشا عندكم ماله قوي يعني ما بشد منيح بالطبخ، ضيفوا عليه كمان 20 ل 30 جرام زيادة. هلا بدنا نحركهم منيح، ولا تقلقوا بالخبز هذا هلا على الفرن كلياته السائل بيجمد وطعمة ولا اروع. يلا هلا هيك صار معنا جاهز الخليط. هلا بسم الله نسكبهم. شايفين القوام؟ هاد هو القوام بده يكون. ممتاز، هاي الكمية ممتاز. تقريبا يعني 2 سنتي بده يكون. السماكة بدها تكون فوق البسكوت تقريبا 1.5 سم ل 2 سم. وهلا هون صار جاهز معنا الفرن، حامي تقريبا صار له 5 دقائق، مشغلينه على حرارة 160 مدة 20 دقيقة. هون هلا هذا التشيز كيك النوع سره بالخبز، 20 دقيقة حرارة 160 بالنص مثل ما شايفين، وبنرجع لكم بالخبزة الثانية. هذا بده ينخبز لأنه على مرحلتين. وهلا أول ما أول 20 دقيقة خلصت مثل ما شايفين، هلا بدنا نشغلها كمان هون تتحكم الوقت. بدنا نحطها 13 دقيقة على حرارة 140. تمام. هلا مثل ما شايفين غلط بالتوقيت، 15 دقيقة حرارة 140 وبتكون إن شاء الله خالصة. هلا لتحضير صوص التشيز كيك، أنا عندي هون فريز متلج مثل ما شايفين، أنا هون جايبه من أي ماركة أنتو عندكم متوفر، كل الماركات طبعا. الفريز هلا أنا بحبه مع الفريز، في عالم بتحبه مع التوت. بدنا نضيف عليه 3 معالق سكر بودرة، بنتركه تقريبا نص ساعة بهالشكل، بعدين بدنا نضربه على المكسر. هلا بعد ما حطينا وصار عليه تقريبا نص ساعة بدنا بالمكسر نطحنه. وهيك اخواني صار معنا جاهز. اول اشي بحمر معاكم الاطراف، اذا بدكم تعرفوا شلون كمان جاهز بترجوه، شايفين ما في شي عم بتحرك مثل السفنج. هيك تمام صار جاهز. هلا بدنا نتركه هون تقريبا شي ساعة زمان، بعدين بدنا نحطه بالبراد
ما يقارب الساعة للساعتين. وهلا معنا خلص تبريده، شايفين كيف طلع القالب شيء حلو كأنه حاطين عليه سكر ومكرملينه. وهاي القالب الصغير أنا هون كمان صار عنا جاهز. هلا بدنا نتأكد منه بالسكين، بنحطه هون على طرف القالب بالسكين ومندورها منشان يتحرر معنا. هلا بدنا نفتحه. بسم الله. شايفين؟ وهيك انتهت وصفتنا لهذا اليوم. بتمنى انه تنال اعجابكم ورضاكم. واذا انتم جداد على القناة لا تنسوا زر الاشتراك واللايك والشير. سلام. وهي هيك صار جاهز معنا. شايفين سمكة البسكوت؟ شيء رائع. بنقدمه بهالطريقة والصوص بيكون جنبه، أو إذا بتحبوا بنقدم الصوص بتكون عالي. وهذا القالب التشيز كيك الصغير عملناه بهالشكل، بشكل قالب الكيك.